بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني. إخواني، سنتطرق اليوم إلى العرض الجديد من سمارت لجيزي. طبعا العرض القديم كنا قد تطرقنا إليه بالتفصيل، ولمن لم يذكره فهو هذا هو العرض القديم. كانت يعني سمارت عندها 3 عروض. المهم، العرض الرئيسي الذي يعني يشغله الكثير من الناس هو عرض الذي يحتسب ب130,000 سنتيم شهريا. هذا هو العرض. عرض يعطيك 3 جيجا انترنت ومكالمات غير محدودة، 120 دقيقة نحو الشبكات الأخرى، زائد 30 دقيقة نحو الخارج. المهم، يعني 3 جيجا نحو الانترنت. قامت جيزي بتغييرها، أو يعني التدفق نحو الانترنت قام جيزي بمضاعفته. طبعا هذا بعد المنافسة الشرسة بينها وبين موبيليس، فقد موبيليس أيضا ضعفت عرضها، وهو وين ماكس يعني يعطيك أيضا مكالمات غير محدودة، 5 جيجا من الإنترنت، بالإضافة إلى 3 ساعات من مكالمات نحو الشبكات الأخرى. طبعا جيزي قامت يعني بإنشاء عرض جديد، عرض جيزي الجديد. ماذا يعطيك؟ يعطيك أيضا 3 اختيارات. أولا سمارت اس، أو العرض يعني من الموقع، يعطيك 6 جيجا من الإنترنت. أما العروض الأخرى فبقيت كما هي، مكالمات لا منتهية من نحو شبكة جيزي، و120 دقيقة نحو الشبكات الأخرى، و30 دقيقة نحو الخارج، وهذا مقابل 130,000 سنتيم شهريا، أو 1300 دينار جزائري في كل شهر. أما عرض أم يعطيك 20 جيجا من الإنترنت كل شهر، ومكالمات ما بين جيزي غير منتهية، أو مكالمات يعني مجانية نحو جيزي، نحو كل شبكة جيزي فإن المكالمات مجانية. كما يعطيك 360 دقيقة نحو الشبكات الأخرى، و30 دقيقة نحو الخارج، وهذا مقابل 1200 دينار جزائري لكل شهر. أما عرض آل، وهو أيضا يعني لرجال الأعمال، يعطيك 30 جيجا من الإنترنت، ومكالمات نحو الجيزي مجانية طيلة 24 ساعة على 24 ساعة، ثم يعطيك 600 دقيقة من المكالمات نحو الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى 30 دقيقة فهي مشتركة نحو الخارج، وهذا مقابل 3300 دينار جزائري لكل شهر. طبعا العرض مميز فيه أنه ما زال يعني ب 0.77، ولقد كنت وضعت فيديو كيف تختار 0.77، يعني رقم غير محجوز، أو رقم ممكن، يعني كيف تعرف من الإنترنت أن هذا الرقم يمكنك حجزه. هذا الرقم مثلا تعجبك 0.77 70 70 70، تقوم يعني بعملية تجربته فتعرف أنه إما محجوز أو غير محجوز. وسأضع لكم الرابط أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك يعني، ولا تضيع وقتك في الإنترنت بدون ذكر الله، فدائما فدائما اذكروا الله وأنتم تتصفحون الإنترنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.